الحمد لله بحال هاد المقابله شادو كيتربحوا ما كيتلعبوش. فريق الخصم كان فريق عارف اش باغي، كان كيديفوندي من جميع النواحي، حاولنا شحنا ندخلوا من جميع النواحي، ما تاشاش لنا الهدف في البريمير ميطا، حاولنا في دوزيام ميطا تاشاش لنا الهدف، تسجل علينا هدف التعادل، حاولنا نسجلوا في اخر الدقائق، وهذو هما الفرق الكبار اللي كيرجعوا في النتيجه. وكما قلت لك في اخر المطاف حد المباراه اش كيتربحوا ما كيتلعبوش. ان شاء الله هذا العام بطوله وكاس العرش ونفرحوا الجماهير ديالنا. حنايا مركزين مكونسونطري غير على راسنا، ان شاء الله باش نحققوا هذا اللقب هذا، ما مكونسونطري على حتى شي حاجه اخرى، وان شاء الله نحققوا هذا اللقب. المقابله ما كانتش بالسهله، اما الحمد لله كنا نشكر اللاعبين على هذه المجهودات هذو، وكنشكر اللاعبين على هذه القتاليه هذه، وان شاء الله نحققوا اللقب لما لا.